مريم هيدفي، عمري 21 سنه، نقرا تروازيم ريزو سيرفيس انفورميتيك، انا ممبر في جاسمين فاونديشن. حبينا نعملوا اكسيون سوسيال، يعني حاجه نشوفوا شنو اللي ناقصنا في المنطقه نتاعنا دونك ونستغلوها في حاجه اخرى باش نثريو المنطقه نتاعنا. دونك حبينا نختاروا القشله. القشله هذه موقع اثري، من هي ديجا من عهد البيت كانوا يدربوا فيها الحرس الوطني. حبينا نختاروا القشله كبروجي نتاعنا، دونك عملنا باش نهيئوا الموقع الاثري ذيك، ننظفوه ونستغلوه للحاجات البيع، وميم طون يعني حاجات تميز البلاصه، يعني تولي المحمديه معروفه. ديجا هي معروفه من قبل بالاثار، مي مهمش الاثار ومنسي. دونك احنا حبينا نستغلوا الفرصه ذي نتاع القشله باش نعرفوا بالبلاصه نتاعنا باش تزيد تحيا، باش الناس الكل تهتم بها، باش الشباب نتاعنا الكل نوليو يد واحده، نتلهيو بالبلاصه، نحاولوا نثمنوها نهيئوها يعني في صالحنا. صابر الحيدوسي من المحمديه. كنت صغير كنت ما على بالي بحتى شيء، نلعب نجري نكز هكا هو. نترانا في القشله باركور خاطر ما عندنا حتى صاله لهنا تاع باركور، دونك نترانا في الشارع. نجو القشله لهنا نكزوا نتكربسوا نعملوا نتيحوا نضربوا. لين جا نهار وفقت قلت علاش ما نعملوهاش، نحيوهاش البلاصه زين ولا نعملوا فيها مهرجانات وحاجات هكا. اليوم صار الفستيفال نتاعنا اللي هو بالقشله. جينا من الصباح الكل الجروب الكوليكية، حضرنا الماتريال الكل اللي استحقنا في البلاصه اللي باش نعملوا بها الفستيفال. دونك حبينا نعملوا انيماسيون في البلاصه، يعني في المحمديه في الشارع على الطريق الرئيسي، باش ننفيتيو العباد باش يجيو للفستيفال اللي صار اليوم العشيه. رجعنا عملنا الكومبيتيسيون نتاعنا ستريت ورك اوت، دونك الاولاد الكل عملوا مسابقات بنت بعضهم. في الاخر يعني كرمناهم الكل، كرمنا ضيوفنا اللي جاوا، بطبيعه جانا رئيس البلديه، جانا نائب رئيس جمعيه سيانه بالمحمديه، كرمنا سي حموده متسكني القشله عاونا برشا، وسي محمد نظر زاده من المتسكني من تقال بالمحمديه. من بعد كرمنا اللي ربحوا، اعطيناهم دي ميداي دي بول ودي زاتيستاسيون.